من باب البزنس بس من عند المسجد ما يصير والله بروح للجوفه مره الحفر 750 كيلو وانت مره الحفر طيب الحين اذا بروح الجوفه من الرياض انت اسمع لو انك مو راكب سياره اسمع لو انك مو راكب سياره عادي ولا راكب طياره عادي لو انك راكب تماتيك صاروخ ما يصير اسمع صار النبي الحين بروح من الرياض الى الجوفه ايش لي على دربي شوف يا نواف ايش لي على دربي نواف وش انت تبي تطلع من باب البزنس عند المسجد كيف عادي افتح واطلع مع باب البزنس اللي برا عند المسجد هذه افتح واطلع انقز طاحت الدراك الله يكملك بعقل قامي ارضي 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 لا نبي يا جده انقرت العزوه هندس تطلع الجوف القصيم حايل وتجيك الجوف يعني لا اروح على القصيم انا احس اني اروح على الشرقيه ومش لا لا, لا 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 من الرياض للقصيم مرحبا يا جده بين حايل والجوف ما يجي حتى تعالي 200 يمكن تعالي والله بيدري هني والله ما انا لازم انفر السعوديه انا عندي جهل شوي ولا بتاكل اندومي لازم انفر انا في الجنوب وفي الغرب وفي الرياض يلا يا الله تهاوشوا على لقمه مهذل انت ما الصحن مليان يا سلطان الصحن مليان وعينك على لقمه مهذل والله الثنين هذه ما يتصالحون امس مسكت ما بصلح بينهم اخبطوني حاول اقو وازع لي مي هنا يحذف علي مي الثنائية هذه اللي الله احذفه بس خلي امسكه جاي لعندك امسكته المويه تجي ان شاء الله انا افتحها عشان الختامي بالعافيه والله يعجبك الفايعه بالفايعه قصدي الفايعه عشان الفايعه العافيه بالله بتا شوف ابوي مركز النساح اذا هذه الفاعيه ما ادري والله ايش معناه بس يقول على الله على العافيه ليش تروح؟ روح للعافيه مباشره يا اخي لازم اعطيك مصطلح حلو انت تحب مصطلح فاعيه شفت هذا؟ ترى هو هذا ترى ما هو جحا ترى هذا هو اللي قال وين اذنك قال هذه جحا جحا عد 10 حمير يا ابن زمن حمار وكرامه شوف انا اكتشفت حمار قالت 9 حمير ابو برزان برزان غالي علي بس انا اكتشفت انه رجل فاهي من الدرجة الأولى يا مناحي دقيقة يا علي دقيقة العيقة الرد أنا هي فاهي أنا بل أستغبي عليكم أحط عقلي على عقولكم ولجين للذكاء تتعمل أنا تدري متى اكتشفت أنك خارق الذكاء يوم أن الرجال مسك الجوال خلاص علي يعرف بدأ علي يعرف السالفة أنا طلع في السلامة كنت يعني ما عندنا ناس كثير اسمهم نواف الديرة يعني قريب أقاربي أتكلم عن أقاربي ما في إلا واحد أتوقع ما كنت يعني أعرف ميزات نواف بس جيت هنا طحنا في ثلاثة نوافات نواف فرزان نواف الروق نواف العرماني صراحة أي واحد اسمه نواف خارق الذكاء تدري ايش يقولون والله أنا سمعت معلومة أي واحد اسمه نواف يا ذكي يا حلو هذا أنا أنتوا شوفوا ثنتين منها أنت الوحيد اللي غبي وشين أما أنا ما يبحلو والله أنت أنا ما كني ايه تكفى مهدي اتهمنا الناس كلهم وين هي والله انا اتهمت كل اقوم من خذاها بيض الله وجهك فرحتنا انا نلبسها اليوم بكره طقم للحين 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 بندر العلي ايه انا حاطه فيها كلها مسكن على بيض الله وجهك ما نلبسها لا تلبس معنا للحين طقم للحين روح السلطان معنا ولا انا ما عندي ثنائيه اللي ما قد يلبس بدله مناحي الاسرمي والله انا جاي معي بدلتين لا والله استلمت انا شفتها نسيتها ايه طرت علي قبيل يوم شفت له مهذل يلا ثنائيتكم مع ثنائياتنا طقم الحين شفت تحدي لا بدا ما يسرق مو ما يسرق مو اليوم نلبس اسود وابيض نفس وازع سواء ابيض كنا رصيف يلا تم كلنا يلا كلنا بس بشرط علي بشرط ان مناحي معنا مناحي معنا ولا ما بنلمس تمام يا واحد اليوم كذا ابيض واسود كذا نبداك ما عاد 4 يوم ينتهي برنامج اسمار وحشي ابي اسود ابيض وش يعني روح خذوه على بدر بندر العلي ها عرفتوا ولد صدمني صدمني الله لا يوفق عدوه يقول حمار وحشي احنا لابس ابيض واسود الوعود الاول اي نبداك يا سلطان انت الحين عندك فروه شوف ترى هذا عنده فروه تارك الفروه ومتغطي بطانيته انا زين احس اني نايم جاي والله ما تشم شوف انت اسمع يا سلطان انت تقول احس اني نايم انت ما نايم بك الا مخك مناحي تكفى مناحي 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 تكفى مناحي نطلع 4 ايام في البرنامج
انا افداك من الحين. انا افداك انك تسوني شرك. انا اكلك شرك. من الحين طيب. المصلط جيب لي غالي. ما عندي والله ما عندي. اعطاك مصلط. وشو؟ اعطاك تيشيرت. معي تيشيرت اجيب لك بنطلون بس البس. ما تجيب لي. انا افداك يا ابوي. لا ابن الحلال لا. تكفى يا ابوي. مصلط. يا تكفى لا اترك تكفى. اسمعني مصلط غالي علينا وهديته غالية. ومع معك مع هو مع من يوم من يوم ما بدأ والله اليوم العصر وين فارس الحربي اليوم العصر بطن على سالفه ورانا عند صوركم استلمناكم ايش قلت عني انا اكل والله العظيم فارس مجنون ايش قاعد عن صورتي انا ريان قالت محسن اضحك ان كل واحد لزمه يعني محمد المسجد مثلا الرمعه فلان يلا تمام التيه القريه العالميه ما ادري كذا كذا زين يوم جينا عند نواف الروقي انا صراحه وقفت ما جاب مخي كان نواف الروقي يقول خذاك مكان لايد حق قال لك انشت حره كارثه مصيبه امر والله انا صادق قال طقم اليوم ابيض واسود ولا اخضر واحمر والله يا فارس قال اليوم مت فعلا والله يوم ذكرت مفروض صح يقول ينظل كذا قال لك انت كذا كانك مدرب كبير انت منعك بيقلد لا تجيكون منعك بيقلد والله يا ابو احمد اني احبك يا اخوي لو انك ابو احمد خلاص لو انك تطيع شوري تلبس الطقم معنا ونسوي يعني. ونسوي الحين دخولي لو انك